لقطتهم الشهيرة تعرض لأول مرة لحنة عروسين الحمدانية حنين وريفان. كانوا فرحانين يوم الخطوبة من كل قلبهم وبيستنوا يوم فرحهم بفارغ الصبر، لكن للأسف اندلع حريق في القاعة وحول الفرح لماتم. وفي الوقت الحالي عروسين الحمدانية سافروا وسابوا العراق لحد ما حالتهم النفسية تتحسن، لكن لسه لحد دلوقتي محدش يعرف هما سافروا فين، ومفيش أي حد من أهلهم صرح عن المكان اللي سافروه، لكن بنسبة 90% إن هما سافروا لكندا، لأن قبل سفر حنين وريفان بيوم أعلنت منظمة كندا للهجرة عن استعدادها لتأمين الإقامة في كندا لعروسي الحمدانية حنين رياض وريفان إيشو. وصرحت رئيسة المنظمة ندى عبد الحميد وقالت إن المنظمة مستعدة لإرسال العروسين إلى كندا على نفقتها، وإنها تعمل مع السلطات المختصة من أجل إعطائهم حق اللجوء. وأوضحت ندى عبد الحميد أن المنظمة بالإضافة للعمل على منح اللجوء لهما فإنها مستعدة لتوفير السكن وكافة الملتزمات والضروريات الحياتية للعروسين، فاحتمال كبير يكون عروسين الحمدانية سافروا إلى كندا على بناء رغبة المنظمة ندى عبد الحميد. وده الجزء الأول من حفل خطوبة عروسين الحمدانية، لو عايزين الجزء الثاني اكتبوا في الكومنتات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.